يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إني كنت عاقاً لوالدي عقوقاً شديدة، وقد دعا علي والدي، فبماذا تنصحوني أن أعمل تجاه بره وفقكم الله؟ إن كان والدك حياً، أولاً التوبة مفتوحة ولله الحمد، عليك بالتوبة إلى الله عز وجل. ثانياً إن كان والداك موجودين أو موجود أحدهما، عليك أن تطلب منه المسامحة، أن تطلب منه المسامحة، وأن يسمح لك فيما حصل منك. ثالثا عليك بالبر بهما بعد ذلك، عليك بالبر بهما بعد ذلك. وإن كان ميتين أو ميت أحدهما، فعليك أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تكثر من الصدقات عنه، وإذا كان عليه ديون تسددها عنه، هذا من البر به بعد موته. نعم.